السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمة فكان له به صدقة. اليوم بدنا نتكلم عن شجرة الصنوبر. بالنسبة لطريقة زراعة شجرة الصنوبر، بإمكانك تزرعها من البذور. عندي هاي الشجرة ثمارها كبيرة، أنا بإمكاني أخذ منها بذور أزرعهن، أو أشوف إذا في نبات صغير تحت هاي الشجرة بإمكاني أقلع النباتات من الجذور وأزرعهن. خلينا نشوف ثمار هاي الشجرة. قبل ما نبلش بالزراعة بدنا نحوش تمرتين من هاي الشجرة حتى نشوف شنو هاي النوعية وشنون حجم البذور. اطلع صالح وش الاثنين بسرعة. لسه ما صرت زلمة، ارجع ارجع. احنا طلعنا على الشجرة حتى نشوف نوعية الثمار قبل الزراعة، لانه زراعتها تطول، مشان هيك احنا لازم نتأكد 100% من نوعية الشجرة والثمر قبل الزراعة. لا، نوعيتها كثير كويسة. شايفين البذور؟ هاي البذور كبيرة، احنا بدنا نزرع من هاي النوعية الكويسة. مثل ما لكم شايفين الشجرة مليئة بالثمار. صالح، هاتنا وشني السطل، اطلع لعندي بسرعة. شايفني سوبرمان لا اطلع لعندك؟ بس لسانك طويل انت. ايه فضيه. اول شي نجيب تربة جيدة الصرف ونحط معاها شوية سماد عضوي. قبل زراعة البذور لازم ننقعهن 24 ساعة في المياه، بعدين نجي نزرعهم بهذا الشكل. بعدين نجيب كيس بلاستيك نغلف الفازة ونحطها بمكان ظل، وكل اسبوع نسقيه مرة واحدة. خلال شهرين راح تنبت عنا البذرة. راح نتركها بقلب القصيص لمدة سنة، بعدين نحول الشجرة على الأرض المستدامة. الطريقة الثانية بالنسبة للزراعة، بدنا نجي تحت الشجرة الكبيرة، راح نلاقي شجيرات صغيرة منبتة من البذور اللي متساقطة من الثمر. هاي منبتة من البذور مثل ما لكم شايفين، قطفنا الصنوبر وبي بذور تساقطت على الأرض بهذا الشكل. فهاي النبتة تطلع من هاي البذور، يعني هاي الشجرة نوعيتها كويسة. بدنا نجي نشيلها من الجذور. هاي الطريقة الثانية بالنسبة لزراعة شجرة الصنوبر. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. بتمنى منكم اعجاب في الفيديو واشتراك في القناة اذا ما كنتم مشتركين. كان معاكم اخوكم مروان منصور من قناة اسرار الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.